جمعة وما نسينا أحبابنا واقفين من الصبح أحبابنا ركعة يردوني مصباح صحوي وما حد يسمع صياح دقت الباب وتوين راح دقت الباب وتوين أرواح جابنا. أحسن الله يوفقك حسين الصغير، إن شاء الله مثل ما انطلق من هذا البرنامج محمد النداوي وموسى البولاني وهاي القصة مالتكم، إن شاء الله تكون لك انطلاقة بهذا الموسم بإذن الله. نعم مالك ضيف شعليه من ساعة سيد رفعت من قد سبت لجالك وهذه هواي أصوات مظلومة ولا مالك؟ هذا الكلام ما لنا علاقة به، هواي أصوات مظلومة اليوم طلعها هذا البرنامج بقصة طبعا شو وقت لحقين شو وقت لحقين مظلومة لأن لا حد داعمهم برامج، لا حد مطلعهم تلفزيون، لا حد قايل للعالم هاي أصوات، إحنا طلعناهم هذا البرنامج، هاي واضحة الصورة، يعني هيك قصده ولا مالك؟ حسين نعم تمنينا حسين التوفيق والصحة والعافية والدوام في خدمة سيد الشهداء إن شاء الله، وكنت رائع وقريت بصوتك وبإمكانيتك هاي الجميلة واللطيفة وأقنعت أربعة من اللجنة وأنا صعبين وراحة ضغطت لك تحياتي كل التوفيق. نعم أستاذ رفعت حسين حبيبي موفق كنت مميز جدا، يعني أتوقع لك أنه يكون عندك مستقبل إن شاء الله في خدمة الإمام الحسين، هادئ صوت نظيف الله يوفقك وإحساس نقي. نعم محمد الحج تقرأ؟ لا ما عندك؟ محد. اه نعم. والله انت صوتك يخبل للعباس وهاي الوقفة تجنن، الله يوفقك ان شاء الله. نعم استاذ احمد اولا صوتك كلش حلو حبيبي، احساسك عالي وانت تجنن، وقفتك مال نجم هم جنن هو كاريزما مشروع نجم والبياضات تموج